بسم الله توكلت على الله. محبين قناة سنقابين قد السلام عليكم خويا اختي، الف مليون مرحبا. اليوم عندنا واحد زيارة فريدة من نوعها، عندنا احد المتتبعين ديالنا من مدينة فرنسا او دولة فرنسا، ودير واحد الفاش في المغرب هنا، هو ما كيبيع ما كيشري فهمتوا، وعنده واحد الكوبل ديال كانغر، شي حاجة دوريجين بلي بابي ديالها المسائل ديالها. كنتواجدوا في هاد المزرعة اخوان كما كتشاهدون مع مدينة برشيد قرب الدار البيضاء، ولكن راه عنده شي حاجه الخيال العلمي، غادي تشوف معنا الفيديو ان شاء الله. خوتي خواتاتي الف مليون مرحبا، كل احترام وتقدير، لا داخل الوطن او خارج الوطن الف مليون مرحبا. اليوم غتشوفوا معايا شي حاجه الخيال العلمي، شي حاجه بير راس بالوريقات ديالها بالبيديغري ديالها. عنده الفاش ديالو خاص، هو ما عندوش يعني الفاش صغيور ديالو متواضع، عنده واحد الكليبه والده تقريبا شي 10 الحبات الكانغر، شي حاجه بير راس بالوريقات ديالها موثوق منها. اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا. هاد السيد اهل الثقه، كتعرفوا الا قمت بزياره عند احد الموالي او احد الباعه او يعني الا عندي فيه الثقه. هاد السيد راه اهل الثقه وصديق ديالنا، وكيتبعنا من فرنسا ومن داخل الوطن وخارج الوطن، المهم ديالنا، راه من العائله ديالنا. الف مليون مرحبا. غنخليكم تشوفوا السلعه اللي عنده ومعروضه للبيع، كاينين 8 الوليدات، جوج غيخليهم ليه هويا، وكاينين 8. الف مرحبا. غنعرفكم على الاب ونعرفكم على الام ديالهم، وغتشوفوا الوريقات. واللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا، تحيه لكم، الله يرضى عليكم. اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا، غتلقاو الرقم اسفل الشاشه، تواصلوا مع الاخ، الله يرضى عليكم. من هذا المنبر هذه كنقول للدراري الصغار ما تبرزطوش من الناس، الله يرحم الوالدين، لان معظم الموالي او الباعه كيقول لكم الدراري كيبقى يصدعونا. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا، السلعه راه زوينه في المستوى وغتشوفوا بعويناتكم. الف مليون مرحبا، تحيه لكم اينما كنتم، تابعوا المقطع من الاول حتى الاخر وكاين ما يتشاف. ادي لكم دابا شي حاجه الخيال العلمي الجباري ديال بصح. الناس اللي كيسالوا على الكانغر راه داخل المغرب، وكاين تبارك الله عند الناس، غير الناس ما باينينش، غير موالي عادي. والف مرحبا، تحيه لكم، السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خوتي خواتاتي الف مليون مرحبا. كما قلت لكم الناس ديال فرنسا، ها الباسبور في فرنسا، شتو النسوة سيف هذا ديال المال، المال هذا ديال رومانيا، هذا رومانيا الفيميل رومانيا والمال فرنسا، ها هما مقيد في وزارة الداخلية، ها هما شتو اخوان بلابيز ديالهم. بالنسبة لي شيو هاني جمالك جمال تبارك الرحمن، هاني هاني بلابيز ديالهم، تبعوا معايا، يعني كاينه المصداقيه والشفافيه الاخوه، راه ما تزادش عليكم حاجه. كتعرفوا اخوكم سينغاميغا الا ما كانت شي حاجه فيها ثقه انا ما نصورهاش لكم الاخوان. هاني السيرتيفيكا ديالهم، اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا، وشرف لينا تواصلوا معنا الاخوان. ها لي كارني كلشي موجود، ها الباسبورات، والف مليون مرحبا. كما قلت لكم الاخوان اقسم بالله وثم اقسم بالله الا داك الشيء مليح وتشوف بعينك يعجبك. بالنسبه للاثمنه الاخوه راه قلت لكم كان كيبيع ب 10000 درهم ياك، ولكن ملي دخلت قلت له الوقت راه ما دايره والو، قال لي على وجهك نخليه ب 8000 درهم، فهمتوا الاخوان؟ 8000 درهم. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا، ولكن باش بعنا هذوك الجوج راه درهم ما تحيدش، هذا هو اللي كان الاخوان. نقول لكم 8000 درهم، اللي عجبتك تجي اختار اللي عجبك. كاينين جوج اللي تباعوا راه حيدناهم ديال مواليهم، ها الباسبورات ها الوريقات، راه كل شيء ريغولا. وتحيه لكم، تبارك الله عليكم الخوت. حبيب قناه سينغابينغ السلام عليكم، انا اخويا عشاق القباري، جمالك جمال تبارك الرحمن. اي 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 انا اخويا، انا اخويا اللي كيقول المليح ما كاينش في الدار البيضاء او ما كاينش في المغرب، انا اخويا السلوع اللهم بارك. الكنقر الاخوان كما كتشاهدوا معنا، ذكرت تبارك الله شحال فيد من متر تقريبا الى وقفناه بحال هكا؟ انا في 176 تبارك الله، ها نشوف هو في 176 والكلب تبارك الله مازال باقي. تذكرت شحال فيه تقريبا؟ 180 انا الخوت عشاق القباري. ها الكنقر تبارك الله اللهم بارك. بالنسبه للذكر شحال العمر ديالو اخويا؟ عام و9 اشهر تبارك الله، يعني اول ولد كيولد عندك هنا في المغرب. كما كتشاهدوا الاخوان هاد الكوبر راه جاي من فرنسا، اللهم بارك جمالك جمال. هاني تولعوا لي مع روسكم عشاق الكنقر الف مليون مرحبا. بالنسبه للكلب راه ماشي للبيع الاخوان، وانما عندي بورتي، عندي الوليدات ديالو، شوف قداش، شوف اللهم بارك جمالك جمال. بالله عليكم اللي شاف شي حاجه يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هاني اي 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 اي، ومازال باقي ما كبرش، ها؟ مازال
راه مازال راه خصو يضرب واحد العامين ونص عاد باش تشوف كنقر. عامين وشهرين يلاه كيكمل النمو ديالو. انا خويا شوف تبارك الله، اللهم بارك، جمالك جمال. بالنسبه للذكر راه مقطع الاخوان كما كتشاهدوا المدينه تبحيدينهم ليه، ومازال راه مع القباحه، راه كيبان لكم شويه خصو شويه تالون، ولكن راه هو قبيح حيت هو كيخدم حتى الحراسه ياك الاخ الكريم، حيت خدام هاد المزرعه خدام الحراسه كما كتشاهدوا، ما بغاش يغلطوه بزاف. والف مرحبا بالنسبه لهاد الناس، راه غير مماليه، ومازال ان شاء الله يدخلوا لنا الجديد والجميل. وجمالك جمال، شوف الذكر تبارك الله كيدير، الله يبارك. ولكن راه ما تقربش اخويا، راه لا قربتي ما نعاودش لك. انا اخويا الله يبارك، ما شاء الله تبارك الرحمن، قباري تبارك الله. شوف راه واصل ليه الصمطه، شوف شوف اخويا هاني. بالنسبه لهاد الدكير كما قلت لكم الاخوان وسبقت، كاين الوليدات ديالو، كاين بورتي تبارك الله، اللهم بارك. واللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا، تحيه لكم. انتقلوا دابا انتوا وغتشوفوا معنا الوليدات ان شاء الله. بالنسبه للذكر كما قلت لكم راه عنده عام و 9 اشهر تبارك الله، راه باقي ما كملش العامين، مازال يضرب مازال هاني. شوفوا مزيان معايا الاخوان، راه بغيتك تشوفوا على الحقيقه دابا الكاميرا ما كتبينش، راك شو الاخ تبارك الله في متر و70 ومازال باقي جابد السيد. الف مرحبا. انتقلوا الان للوليدات، الف مليون مرحبا. هاني دخل فوالا سد الباب اخويا. انا الخوت، جمالك جمال تبارك الرحمن. الذكر كما كتشاهدوا معنا في لا ديسيبلين النتوى، ما فيش يم مرحاميني، ما كاين قطع شرك. هاني الملاكلي هذه النوع ديال اخويا، الملاكلي قباح هذه. شوف تبارك الله قداش هاهي هالبورت اللي قلت لكم الاخوان، هاني كما كتشاهدوا معنا الاخوان، اللهم بارك تبارك الرحمن، جمالك جمال الله يبارك. انا اخوتي ما شاء الله تبارك الرحمن، اي 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 اي. شوف تبارك الله باقي ما كملش شهرين بصحه جيده، واللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا، تحيه لكم اينما كنتم خارج الوطن او داخل الوطن. ممكن تخرج لي الذكر يشوفوا المشاهد. محبين قناه سينكا بينكا السلام عليكم اينما كنتم. شوف تبارك الله الشيو ميم با دو موا، ها هو ها هو كما كتشاهدوا معنا، جمالك جمال تبارك الرحمن. هاني الله يبارك كما كتشاهدوا معنا الراس، شي حاجه بير راس. هاد الشيو اللي كما كتشاهدوا معنا راه بلابيس ديالو فيرمي فيش مريبارين، يعني كلشي منقين، ما عندهم حتى شي حاجه. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. غير غويال كان تبارك الله. خدامين بالغويال كان، خدامين بالغويال كان كما كتسمعوا، وتبارك الله كيمتازوا بصحه جيده، راه ما تقدش تهزوا لي بار ديالو. شوف تبارك الله كي دايرين هاني الاخوان ديالي، هالراس العمر ديالهم مشهورين تبارك الله، عندهم الكارنيت فاكسان البيديغري ديالهم. اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا. والثمن راه كاين ثمن جد جد مناسب، وثمن رمزي، لان هاد الناس ما كيبيعوا يشريوا ما والو، هادو مواليع. شوف شدني انت، هادو مواليع وباغيين مازال عما قارب ان شاء الله يدخلوا شي حاجه. هذا مال ها هو، شوف تبارك الله كي داير بصحه جيده. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. بالنسبه للثمن خويا نقدر نقول الثمن، الثمن هذا رمزي جد رمزي جد واعر واعر. هذا كانغر بيور راس بالوريقات ديالو بالمسائل ديالو بلابيس اللي بغى، الثمن ديالو 10000 درهم وقابل للتفاوض، 10000 درهم وقابل للتفاوض. شوف كلشي ما تخافش من 10000 درهم، قادو معاك، طلق مني انت، طلق مني. الله يبارك. الله يبارك. بالنسبه للثمن شوف راه نقادو معاكم، واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. اللي غتسني انا نمشي معاك اد فيترينير تقلبوا، راه شي حاجه بيور راس مريباري ناضيه، وتبارك الله كينتازوا بصحه جيده. غنشوف كيف كيتبان لي الثمن، غيكون زوين الاخوان، 10000 درهم وقابل للتفاوض. راه كان بعنا شي جوج، بعنا ما نجيكم من الاخر، من هنا نجيكم من الاخر، بعنا جوج 16000 درهم، 8000 درهم للواحد، وما كاينش 8000 درهم سير ديغني بير. اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا. هاني بالوريقات ديالو بكارنيت فاكسان المسائل بلابيس كلشي. شد لهم اخويا الفريخ هاني تبارك الله، اللهم بارك. قطع لهم الودنين اللي هو اللي بغى يقطع ودنين، لا اللي بغى يقطع الودنين قطع الودنين، احنا ما عندناش مشكل. المهم الشيو ها هو كتشوفوه معنا هاني، شفتوه الراس تبارك الله مفرقع. واللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا. دير بوز اخويا، كاين هاد الفيمال تاهي تبارك الله، هادي الراس الثاني اللي بغاتها هي الف مرحبا. شوف تبارك الله الشيو قداش، الله يبارك.
و1000 مليون مرحبا. كما قلت لكم الاخوان راه بعنا ب 10000 درهم 9000 درهم، دابا بغى يفك فهمتوا، بغى يجيب شي حاجه اخرى 8000 درهم، ولكن اخر ثمن الاخوان 8000 درهم. انا سبق وقلت لكم ما كنقولش الثمن، ولكن الاخ قال قول لهم الثمن 1000 مليون مرحبا. هذه انت وتبارك الله، ها هي اللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. هذا الكنغر دوريجين بالوريقات ديالو موثوق منه. بالنسبه للوليدات راه دايرين فيرمي فيش ياك لي فاكسان ديالهم فاكسيني، كلشي بالكارني ديالهم باللابيس ديالهم. اللي بغاهم 1000 مليون مرحبا الاخوان. طوال البارفو هو اهم حاجه. بالبارفو دابا راه داكرين بومو دوك على الصغر من شي حاجه. الكليبات تبارك الله انت كما كتشاهد معايا النيف تبارك الله هو سالد، ما كاينش المرض ما كاينش، لان هنا الطبيعه اللهم بارك. واللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. خوت كما كتشاهدوا معنا ها انت وتبارك الله كتمزاد صحه جيده ها الوليدات، واللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. كما كتشاهدوا معنا الاخوان الله يبارك، لان نتوقع بها شويه ما قدرتش ندخل عندها. كاينين فريخات اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. هذوك اللي فيهم لا سانتيغ اخويا في العنق ديالهم واش مبيوعين ولا غير داير لهم معلمهم؟ الفيتيرينير دار لهم باش كانوا فيها لي نيميرو اللي في لابيس. اوكي الله يفتح عليك مزيان، هذه نقطه زوينه. بالنسبه لهذوك عفوا هذوك اللي دايرين في عنقهم على حساب لابيس كله والرقم ديالو فهمتوا الاخوان. واللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. راه كيمتازوا بصحه جيده تبارك الله كما كتشاهدوا معنا. واللي بغى شي حاجه 1000 مرحبا. انا التمر عمري ما قلته في القناه، ولكن بالنسبه لهاد الناس راه غير مواليه ما يعني ما غيشدش معاك. راه الثمن ديالهم هو 8000 درهم الاخوان اخر ثمن. انا كنقول لك اللي بغى شي حاجه باش تبيعوا هذوك الجوج ما كاينش الكذوب. 8000 درهم اللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. باقي اللي مال باقي اللي في مال باقي بزاف ديال السلع. كاينين جوج اللي مبيوعين هنايا ويكون خير ان شاء الله. هاني الخوت 1000 مرحبا. الناس راه اهل الثقه والمصداقيه، اللي بغى شي حاجه تواصل معاهم. بالنسبه للناس اللي كيعيشوا خارج على كازا راه ترونسبور على حسابي، طنجة نادور اي مدينة في مكتان صارت لك البياسة ديالك، غير تواصل مع السيد والنقا تبارك الله. كما كتشاهدوا الاساس اللي كنهضر عليه الاخوان هو النظافة. كما كتشاهدوا اللي الفاش تبارك الله راه نقي، وهذاك الشيء اللهم بارك جمالك جمال. هنا الماء راه حاطوا لهم هنا حيت كيخرجوا من البلاصة ديال الاستراحة، اما اللي الفاش ديالهم راه هو هنايا كما كتشاهدوا معنا. هنا في مازال كاين اللي كاج اللور هنا في كيريحوا، لان الكلب خدام الحراسة الاخوان فهمتوا؟ راه ما نعاودش ليكم. اكسو تبارك الله جمالك جمال تبارك الرحمن. هاني الله يبارك. هذا هو الاب، هو هذا النوع ديال الاب كانغار بونتي. كانغار بونتي ها هو كيكونوا كيجيو 70 كيلومتر في الساعه. هادو ديال الجدري تبارك الله، هذاك الشيء علاش كتلقاو بحال هكا. والنسوه راه القباحه، والنسوه هذه ديال القباحه الملاكلي سميتو الملاكلي. ها انتم الاخوان، واللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. تبارك الله في المال الراس ديالها. شوف تبارك الله راه الراس مفرقع. ايه صافا ها اش تبارك الله الله يبارك. ها الوليدات شوف هذه راه الفوتوكوبي ديال ما اللهم بارك. واللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. البورتير عندنا فيها 10 باعوا جوج تباعوا وعاودوا تباعوا جوج، بقوا عندنا هنايا دابا غير 8. اللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. تواصلوا مع الاخوان تلقاو الرقم اسفل الشاشه وما فيها باس. الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم الاخوان. ما فيها حتى حاجه، يتواصلوا معنا بالتليفون الواتساب. تن عجبتك شي حاجه سكرينيها، راني كنشد لكم على الوليدات فهمتوا. واللي بغى شي حاجه 1000 مرحبا في العين المكان اللي كاينين الناس ديال المعقول 1000 مليون مرحبا. راه كنقول لكم الاخوان بالنسبه لنا علاش كنقول هادشي، لان الدري الصغار كيبقى الواتساب هادي ما فيها باس. بغيتي تاخذ 1000 مليون مرحبا. ها البورتي قدامكم الاخوان. هاني تبارك الرحمن. هاني ما كياكلوا كلشي دابا راه دوم وتبارك الله. شوف تبارك الله دي لابسه القيشرات الله يبارك. هاي شوف 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 الله يبارك جمالك جمال. في واحد الضفره زوينه تبارك الله. نعم سيدي. اي واحد ياخذ شي حاجه نعم يمشي معاه حتى لعند الفيتيرينير ياخذ اتيستاسيون دو بون سونتي. اييه اسمع تبارك الله، كاينه قال لك يمشي معاه عند الفيتيرينير تاخذ البون سونتي على حساب المول الفاش. 1000 مليون مرحبا. راه كاينه مصداقيه الاخوان الحمد لله. واللي بغى شي حاجه يتواصل. كنقول لكم الاخوان راه كل معقول الحمد لله. وراكم الا قمت بالزياره عند احد الموالي والا عندي فيهم الثقه، هذا الصديق ديالنا راه عنده شي حاجه طوب اللهم بارك. واللي درجه لانه كيحشم مسكين ما بغاش يبان معنا في الكاميرا، كنهضر على راسي كتشوفوا امام عينكم الاخوان. راه ما كيبيع ما كيشري عليه غير مولوع و1000 مليون مرحبا. ومازال ان شاء الله يدخل لكم الجديد.
حيت الاخ كيعيش في فرنسا ديالنا، و1000 مليون مرحبا والتحيه لكم اينما كنتم. مازال غيجي القوقازي ان شاء الله، غادي يولعنا ان شاء الله. هذا جديد معنا من لافامي ديال سينكا بينكا، وتحيه لكم اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن. شوف تبارك الله، هما كما كتشوفوا كيديروا لي بوزوان ديالهم، هذه البلاصه ديالهم في كيرتاحوا ويكون خير ان شاء الله. الاثمنه راه عطيتها لكم، راه ما كاينش، راه ما كاينش، ما كاين لا قابله للتفاوض لا والو. كنقول لكم 8000 درهم سي لا ديغنيغ بري، راه كاينه شي حاجه بيرو. 10000 درهم عادي. انا ما بغيتش نقول لهم، انا قلت 10000 درهم ولا هذه، راه ما كاين لاش. اللي الثاني راه بالوريقه ديالهم موثوق منهم، 1000 مليون مرحبا بالجميع. تبارك الله، الله يبارك. كما كتشافوا السيور تبارك كيمتاز بصحه جيده، واللي بغى شي حاجه يتواصل معنا الاخوان. هاني تبارك الله، راه تجي تشوفه قدامك راه ما غادي تفهم والو، راه دابا في التلفازه كتبان وداب قباح. دابا الانثى دابا راه بدا الولاد كيكبروا، ولات كتعلم فيهم الغوت وهاداك الشيء. لا هاداك الشيء تبغينا نحيدهم ان شاء الله، وعما ان شاء عما قريب راه كاين عندنا القوقازي غيدخل ان شاء الله للمغرب ويكون خير ان شاء الله. المهم بالنسبه للرقم، انا غنخلي لكم الرقم اسفل الشاشه، ما غنقولوش لكم على المباشر، وتواصلوا مع الاخر اللي بغى شي حاجه. 1000 مليون مرحبا، لان الناس بزاف كانوا كيتسالونا على الكانغر، الكانغان ها الكانغر كيف ما كتشاهدوا معنا. وتبارك الله الغريب في الامر وهو راه كيدير الحراسه، انا اول مره كنعرفها ياك اخويا. اه والغنم تمشي مع الاغنام انتم الاخوان. شوف تبارك الله الجباري راه يكون يعني نسخه طبق الاصل ديال الوليدات ديالو. الا لاحظتوا معايا هذيك التقشيره اللي شفنا في هذيك البنيه، ها هي كاينه في باهم، ها هي في رجليه، شفتوها هاني. وتبارك الله راه جبال، راه بغيتك تجي تشوفوا على الواقع. واللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. تحيه لكم اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن، و1000 مليون مرحبا. كنحاولوا بما امكن نشدوا لكم الجديد والجميل، فهمتوا الاخوان؟ ولهذا كنقول لكم 1000 مليون مرحبا، واللي بغى شي حاجه الدراري ديالنا راه دراري طيبين، اللهم بارك ويكون خير ان شاء الله. تحيه لكم، وتلقوا الرقم اسفل الشاشه تواصلوا معنا. شوف ذكرت تبارك الله قداش، اوي 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 اوي، الله يبارك تبارك الرحمن. شوف 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 شوف، نتمنى من الله ديروا هجوم. والناس اللي كيتسالوا على الكنغر، ها هو راه جات لعندكم حتى بين يديكم في قناه سينكا بينكا. نتمنى من الله يعجبكم وتواصلوا معنا ويكون خير. بالنسبه للاثمنه راه قلت لكم الاخوان ما بقاش نعاود، يعني الثمن ديالهم راه هو 8000 درهم اخر ثمن. اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين، ها الدرع ديالها شفتوها علاش كتغوت راه هادشي، راح تبداو يعضوها في الدرع ديالها تبارك الله. ها الوليدات جمالك جمال تبارك الرحمن، يعني واحد المنظر عجيب جدا هنايا. شوف كيفاش كيعيشوا تبارك الله، حديقة الحيوان الله يبارك، اتساع هاني، كله في كاين، كله في كيخمم، اللهم بارك. ونتمنى من الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوناش من التعاليق ديالكم. وبالنسبة للناس اللي عندي في القناة، راه بزاف ديال الناس كيتسألوا على الكنغر، ها هو كاين موجود الحمد لله في برشيد، النواحي ديال برشيد، طريق بن حمد، هاد الفيرما كتواجد. واللي بغى شي حاجه راه تلقاو التليفون، راه يصيفط لكم الجي بي اس ديالو او يصيفط لكم كوليزاسيون ديالو في كاين، وتواصلوا معاه. هو راه عود كازا، 1000 مليون مرحبا. تحيه لكم وشكرا على المتابعه، ولهلا خطيكم عليا. السلام عليكم.